السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خبر نزلته الحرة أخبار على موقعها الحرة نيوز الجمعة الماضية على ما أذكر على موضوع صيانة متقطع، بس انتبهوا شوي خلوا بالكم يمني. يقول بناء على الأدلة الجديدة فإن التركيز على ما يأكله الناس أكثر أهمية من التركيز على الوقت الذي يتناولون فيه الطعام. الدراسة حللت بيانات عن العادات الغذائية لعشرين ألف شخص بالغ، انتبهوا على الرقم هذا، 20,000 شخص بالغ في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وتمت متابعتهم بين عامين 2003 و2018، 15 سنة. أكثر من 20,000 شخص فوق 18 سنة تابعوا حالتهم، مو سنة وسنتين ولا 200 و300 شخص. يقول الدراسة ركزت على نسخة شائعة من الصيام المتقطع الذي يتضمن تناول جميع الوجبات في 8 ساعات فقط أو أقل. ذول اللي يقول لك كان صيام متقطع من البارحة اليوم وما أكل هسه الأربع ساعات نزل لقوزي. بحسب الدراسة فإن الأشخاص الذين التزموا بخطة أكل مقيد للوقت لمدة 8 ساعات كانوا أكثر عرضة، خلي بالك يمي، كانوا أكثر عرضة بنسبة 91% للوفاة بسبب أمراض القلب مقارنة بالأشخاص الذين اتبعوا نمطا غذائيا أكثر تقليدية في تناول طعامهم لمدة 12 ساعة إلى 16 ساعة يوميا. يعني اللي وجباته مستمرة بس على قد النوم ومن يقعد يأكل كان أقل من نسبة 9%، في حين اللي ملتزمين بصيام تقطع 91%. الأشخاص المصابون بأمراض القلب والأوعية الدموية الذين اتبعوا نظام الصيام تقطع كانوا أكثر بعرضة نسبة 66% للوفاة بسبب أمراض القلب أو السكتة الدماغية. المصابون بالسرطان يصبحون أكثر عرضة للوفاة بسبب المرض إذا اتبعوا نظاما غذائيا مقيدا كالصيام المتقطع مقارنة بالأشخاص المصابين بالسرطان الذين اتبعوا نظام الأكل على مدار 16 ساعة على الأقل يوميا بحسب الدراسة. بناء على الأدلة الجديدة فإن التركيز على ما يأكله الناس أكثر أهمية من التركيز على الوقت الذي يتناولون فيه الطعام. أنا مو طبيب ولا باحث ولا عالم أوبئة أو أمراض ولا صيدلي ولا بيولوجي أحيائي ولا كيمياء، ولكن أكثر الأشخاص، كثير من الأشخاص اللي أعرفهم إذا كانوا في الولايات المتحدة الأمريكية وين أنا ساكن حاليا أو في دول عربية أو العراق تحديدا كان مواطن عراقي، الكثير اللي يدسون الصيام المتقطع صحتهم زفت. أما الكيتو هذا بعد أسوأ. واكو دكتور مصري على ما أظن اسمه أيوب دا يدرس في أمريكا طب أو دارس طب في مصر ودي عادل، السنة الماضية بشهر أيضا آذار مارش نزل فيديو قال هذا من الجمعية القلب الدراسات إصابات بالجلطات 100%. هذا الخبر إلى الكل وتحديدا الأشخاص اللي يقولون إحنا مؤثرين وإحنا عندنا متابعين ودائما يأكدون على الطبخ وتحديات الأكل وش نأكل اليوم. إن شاء الله سلامة للجميع والكل ما بهم أمراض والله شافي المريض، ولكن باعتبارته مؤثرين وسوي لايك وشير وسبسكرايب يعني أنه تتابعونا وحتى يوصلكم. الرجاء الشيء اللي ما تعرفون به لا تفتون، وأنتوا أيضا إذا سوون صيام متقطع بطلوه. كل ذول اللي عندهم قنوات على اليوتيوب على التيك توك على أي برنامج على أي موقع من مواقع التواصل الاجتماعي، لأنه هذه حياتكم وحياة آخرين قد تتأثر بسبب هذا. الأطباء دائما ينصحون، الأطباء دائما ينصحون، وأعيدها مرة ثالثة، الأطباء دائما ينصحون يقول لك مو كل شيء فلان سواه أنت يرهم عليك أو يفيدك، مو كل دواء أخذه فلان أنت يفيدك. فالرجاء الرجاء لا تتبعون كل شيء يطلع أنه هذا جديد وأنا سويته ونزل وزني أو أنا فلان دواء أخذته وكنت مريض وصلت. يعني الابن مرات الدول من ياخذه يختلف عن الاب حتى وان كانوا نفس المرض. فالرجاء من الجميع، السلامة للجميع، والرجاء انه احذروا المعلومات المضللة. مع الاسف الناس الان تحاول ان انشر اول واحد بدون ما يتأكد انه هذا الشيء صح او خطأ. تحياتي وسلامة للجميع، اسف اذا طولت عليكم، وان شاء الله الجميع بصحة وعافية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.